ولد عباس. اليوم حنا نقيلوه ما يستقيلش، حنا ننحوه. وانا نطلب منكم يا جماعه، نطلب منكم كاعضاء الجنه المركزيه، رانا في 300 وشحال 75، نطلب منكم برفع الايدي سحب الثقه من ولد عباس. اليوم يعتبر اسمح لي يا عمي احمد، يعتبر انه ولد عباس انتهى. دركا وحده قول لهم اللي معاه يربع يده. شكون اللي معاه ولد عباس؟ ما كان حتى واحد. سيد محضر القضائي، شكون اللي ممتنع؟ ها؟ في الأمور القانونية. واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم. شكون اللي مع سحب الثقة رفع اليد؟ هبطوا. شكون؟ اسمح لي الحم ولدي. اشكون اللي ممتنع؟ يعني ماهوش حاب يهضر. اشكون اللي مع ولد عباس؟ ربع يده. ما كان. شكرا.